متتبعي قناه الفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي غادي نناقشوا فيه مشاكل تاع النقل الطرقي، ولكن خلال وجهه او زاويتين. الزاويه الاولى تتعلق بالمطالبه منذ سنوات، ومهني النقل الطرقي يطالبون بالغازوال المهني، ولكن لا حكومه لحد الساعه استجابت لهذا الطلب. علاش الحكومات متعاقبه على تدبير الشان العام ما استجباش للمهني النقل الطرقي من اجل يعني الاستفاده ديالهم من الغازوال المهني، بالاضافه الى مشكل تاع الخطوط القصيره على صعيد المدن وخاصه المدن الكبرى. من اجل مناقشه هذه القضيتين نستضيف السيد يونس بولاق، رئيس الجمعيه المغربيه للمقاولات الصغرى والمتوسطه للنقل الطرقي بالمغرب. السي يونس مرحبا بك. مرحبا اخي بوستا، وكنتمنوا باش يدوز حوار مستفيض ونوصلوا الرسائل ديالنا الجهات المختصه باذن الله. من بين الملفات العالقه بالنسبه للمهنيين النقل الطرقي هو الملف تاع الغازوال المهني. هذه سنوات كثيره وخاصه منذ يعني تحرير الاسعار تاع المحروقات في عهد السي بن كيران، وتم الحديث على الغازوال المهني. علاش في رايك الحكومه ما استجبتش لكم لهذا المطلب هذا؟ هو فعلا منذ تحرير الغازوال اصبحنا نحن المهنيون نعيش في واحد الظروف اللي هي سيئه، بحيث هذا الغازوال اللي كان نستعملوا حنا وبهذه الاثمنه الخياليه اصبحنا نعيش انتكاسه، بحيث كنضيعوا في واحد المدخول ديالنا اصبح يستفيدوا منه الغازوال، يعني اللي كيوصل ما بين 600 و700 درهم. نادينا بهذه المساله هذه ووجهنا عدة رسائل للجهات المختصة، ليس هناك من مجيب. نحن طالبنا وما زلنا نطالب بواحد غازوال مهني كما يستفيد منه مهن أخرى، محدد في واحد الثمن، لأن احنا كما كتعرفوا أخي الكريم نقوم بواحد المهنة اجتماعية كنلبيو طلبات ديال المواطنين الضعفاء، هما اللي كيستعملوا هذه الوسيلة ديال نقل المسافرين. علاش ما استجبتش لنا الدولة أو الوزارة الوصية ديالنا؟ باش نكون معك واضح، احنا عندنا وزارة وصية علينا ديال قطاع النقل الطرقي المسافرين، وهي وزارة النقل واللوجستيك. هذه الوزارة ديالنا لا تدافع عنا، لو دافعت عنا داخل مجلس حكومي لا كنا وصلنا النتائج اللي تعود على المهنيين بواحد آثار طيبة، ونكونوا نستافدوا على الأقل في هالظروف اللي عشنا هذه تقريبا 3 سنوات بعد دخول الجائحة الوطن ديالنا المغرب، عشنا ظروف سيئة ناهيك على هاد الغازوال. البعض يقول بان من غير دير الغازوال المهني يقدر غير تسقيف تاع اسعار المحروقات بالنسبه للمهنيين النقل الطرقي. اكيد مثلا انا عندي طاكسي ولا عندي حافله النقل، ما ناخذش الغازوال بنفس القيمه اللي سياخذ المواطن اللي عنده سيارته عاديه. واش تتفق مع هذا؟ انا متفق مع هذا المقترح، لان تقريبا السي بوستا هو متشابه، لان التسقيف وتحديد واحد السعر ديال الغازوال المهني كما كتعرفوا في الناس اللي كتمارس في اعالي البحار فهذوك لي باركون كبار، فهم عندهم واحد غازوال مهني محدد في اثمان اللي هي 7 دراهم لا يزيد ولا ينقص منها. حنا ما زلنا نطالب بهذه المساله هذه لانها ارهقت جيوبنا، وكما سبق لي وقلت لك وسمح لي على للتذكير، فالجائحه منذ 3 سنوات عرفنا واحد انتكاسه ديال القطاع ديالنا اللي اصبح يعيش في دوامه، واغلب المهنيين اللي ما قلناش جلوهم هما على حافه الافلاس. منين كيجيك هذا الغازوال المهني وهذا الغازوال اللي كيولي بهذه الاثمنه الخياليه اللي هي لا بغيتي تقول ممنهجه، لان الزياده هي اصبحت تقريبا اسبوعيه او كل 15 يوم هناك، والمدخول اصبح متردي. المحطه الطرقي عرفتي بعد التوقف ديالها لمده سنه فهي خاليه من المواطنين، مابقاوش كيتجهوا لها. وصلوا للمتتبعي قناه انفاس بريس واحد السيد مثلا خدام في واحد الطاكسي ولا حافله النقل الحضاري، اشحال تاع الخسائر اللي تتخلف هذه القضيه على ارتفاع اسعار المحروقات بالنسبه للمدخول ديالو الجيب ديالو؟ هو الجيب ديالو هو فعلا هي كتراوح بالنسبه للحافله ديال نقل المسافرين بين 600 و700 درهم خساره. خساره هذه من المدخول اللي هو مدخول غير عادي كما المداخل اللي كانت قبل، فهذه 600 700 درهم لكل حافله فهي تعيشها. ولزدنا طولنا المسافه ديال الحافله، تدل على الخطوط القصيره، الخطوط القصيره والمتوسطه باش نكونوا واقعيين. اما بالنسبه للخطوط الطويله فانا على يقين فهي سوف تتضاعف 3 أو 4 مرات، وهنا
واللي زاد دخم هذا الامر وزاد هذا هو الاشتغال اصبح متدني, اصبح المدخول متدني, ما كاينش اقبال كبير, ما كاينش اقبال كبير على الحافلات, وهذا كيرجع للتوقف ديال المحطه. ناهيك على المحطه هي بدات خدامه الان, بدات خدامه, ولكن باسترجاع المواطنين او المسافرين باش يرجعوا المحطه راه غياخذ واحد الوقت طويل. هذا عادي لان واحد المواطن كان كيجي للمحطه لمده سنه او سنه ونصف تم اقفال المحطه, راه مشى قلب على راسه فين غادي يركب. هذه مساله عاديه, نلقى البديل, نلقى واحد وسيله اخرى ديال النقل اللي ولا كيوصل بها المنطقه ديالو. زائد هذا الشيء راه المواطن راه متضرر, حركه السفر ولات قليله, حركه السفر قليله, المواطن كيقول لك انا غادي نسافر ولا غادي هذا, غادي يتنهك هو في الجيب ديالو, كيقوم بمكالمه هاتفيه او تواصل بطريقه او اخرى مع العائله ديالو, ويبقى جالس في بلاصتو. هنا صراحه حنا عانينا مع الحكومه السابقه, وانا كنقولوا نعاود لا في جميع الملفات ديالنا ومنها هذا الملف ديال الغازوال المعني, حنا توخينا خير في في الحكومه اللي جات دابا, ومازال كنتمناو فيها خير لانها في البدايه ديالها, ولكن كنتمناو الاسراع بهذ الملفات, الاسراع بهذ الغازوال المعني, ما نبقاوش ننتظروا حتى تمر السنوات مرورا كما العاده. حنا كنتمناو باش رئيس الحكومه باش ياخذ بعين الاعتبار هاد المهنيين لانهم يعانون معاناه كبيرة, ويصحح ما مضى في السنوات العشر سنوات الماضية, كنتمنى يصحح هو المهنيين يلبي لهم الطلب ديال الغازوال المهني في أقرب وقت ممكن. من غير الغازوال المهني كاين القضية تاع الخطوط القصيرة بالنسبة للمهنيين تاع النقل الطرقي, واش هذا الملف تاع الخطوط القصيرة تم الاستجابة ليه ولا باقي تعرف المشاكل كثيرة؟ خاصة على مستوى الرخص, خاصة على مستوى يعني الرحلات اللي تديروا. كما كتعرفوا كان عندنا واحد اللقاء مع السيد الوزير مؤخرا من أجل التعارف, كنا وضعنا واحد النقاط وواحد استراتيجية ديال العمل مع غتكون مع السيد الكاتب العام ومديرية النقل. فعلا في الظروف الحالية اللي كنعيشوا ديال الجائحة كان واحد أول اجتماع مع السيد الكاتب العام هو كان عن بعد. كما كتعرفوا سي بوستاد الاجتماعات على بعد لا تفضل, ماشي بحال المباشر كتحط نقاط على الحروف مباشره وتناقش الموضوع وجها لوجه. الموضوع الاجتماع مره مرور الكرام, ولكن اتفقنا على بواحد النقاط التي سوف نشتغل عليها مع المديريه ديال النقل. فعلا هناك ملفات عالقه كثيره, وخصوصا التي ذكرت منها هي الخطوط القصيره. الخطوط القصيره اصبحت تعيش وسط المجال الحضاري. المجال الحضاري كما كتعرفوا عنده وسائل وانماط اخرى ديال النقل, من ضمنها الطاكسي, من ضمنها نقل الطوبيس, نقل الحضاري, من دابا الترام الجديد هذا, كاين عده وسائل اخرى الى اخره. الحافلات ديال النقل الطرقي للمسافرين اصبحت كتشتغل وسط هذه الدوامه. كما كتعرفوا حافله هي لنقل ما بين المدن. نعطيك مثال, الدار البيضاء المحمديه كانوا الحافلات يشتغلون بين المدن من الدار البيضاء المحمديه. حاليا في هذا التوسع العمراني, وكما كتعرفوا بان الدار البيضاء ما بقى لها والو, تلاصق مع المحمديه, هي على وشك باش يكون واحد, ما بقى والو في اطار هذه الجهويه, ولاو هذه الحافلات كيعيشوا واحد التخبط وسط المجال الحضاري. الناس المسؤولين اللي كيشوفوا هذه الحافلات ما كيعرفوهمش بانهم كانوا يشتغلوا هذه واحد المده طويله من سنه 1960 وما اقل, ولكن دابا كيشوفوها بانها حافلات ما خصهاش تكون داخل المجال الحضاري. الوزاره الوصيه هذا الملف ديالنا محطوط عندها هذه مده ديال 10 سنوات, وناقشنا وناقشنا وناقشنا. اش طالبوا انتم بالتحديد؟ اش طالبوا بالتحديد؟ اللي كنطالبوا بالتحديد باش تكون نكونوا عمليين, عمليين. حنا وضعنا واحد الاستراتيجيه ودرنا واحد الملف, واحد خارطه الطريق, وحطيناها للوزاره السابقه ولا الوزاره الجديده, هو اما ادماج هاد الحافلات على الصعيد الوطني مع النقل الحضاري مع تقليصها في حدود 25 مقعد بواحد السيارات اللي هي صغيره في المستوى, مينيبيس التي سوف تساير العصر داخل المدن, وتقليص مع رحلات. تجارب كثيره في هذا, تجارب في الصعيد العربي لا في مصر لا يشتغلوا بنا الان, هي طريقه جد سلسه ومهمه. الجماليه ديال المدينه كتبقى في هذوك لي ميني كار, كتعطي واحد الصوره هذا, ونشتغلوا برحلات مكوكيه, ويكون واحد الاندماج مع جميع المكونات ديال النقل,
والتعايش. وهنا غادي هاد الحافلات سوف تسترجع واحد الكرامه ديالها وغتشتغل بإرحية طبعا مع واحد الدعم اللي مخصص للحافلات ديال التكسير والتجديد اللي كنطالبوا به لهاد الخطوط القصيره باش نعاودوا نهضوا بها ونجدوا الحاضره ديالنا ونبانوا في الصوره. وهذا المطلب ديالنا للسيد الوزير وسوف نلح عليه حتى ناخذوا هذا المطلب ديالنا اللي من سوف لن نتراجع. او النقطه الثانيه اما تمديد هذه الخطوط وهذه الخطوط من اختصاص الوزارات كما كتعرفوا الدائره 63 كيعطيها الاحقيه باش تمدد هذه الخطوط في حدود واحد 120 حتى 180 كيلومتر باش ترجع ديك الكرامه ديالها وتولي دير النقل ما بين المدن. وهنا غادي نلقاو ثاني واحد الارياحيه وغادي نشتغلوا في ظروف حسنه. وهذه المساله بغينا تكون على الصعيد الوطني لان الاشكال عندنا نعيشوا على الصعيد الوطني وكنعيشوا مشاكل عده لا في مراكش لا في قنيطرة في الرباط لا في السطات. دابا عندنا واحد المشكل كبير في هذه الخطوط القصيره التي اصبحت تشتغل. وهنا نلح على هذا الملف بالوزاره الجديده والسيد الوزير الجديد بالمنبر كنعاود نوجه له هذا الطلب باش ياخذوه بعين الاعتبار. ما نبقاوش غير نديروا جلسات من اجل نتحسبوا راه حنا نناقش حنا درنا اللي علينا درنا لا يجب التطبيق على ارض الواقع. الا كانت هذه الحكومه الجديده لها رؤيه ولها مصداقيه باش هاد الناس راهم عياو. على مستوى الرخص تاع الحافلات كاين البعض اللي تيقول بان خص يكون الرخص يستافدوا من المهنيين تاع النقل الطرقي، شنو رايك في هذه القضيه؟ هما الرخص بالنسبه لواش الرحلات الاستثنائيه او بالنسبه للرخص اللي كتعطى في المدن ديال الجنوب. لا هو بجوج رحلات استثنائيه ولا القضيه تاع بالنسبه للرحلات الاستثنائيه كما كتعرفوا هي كتنقسم الى شطرين. كاين الرحلات الاستثنائيه اللي كتكون اثناء الاعياد المناسبات والمناسبات. هنا كتجي رسائل من السيد الوزير دوريات تحث على المفتشين او المصالح الخارجيه باش تعطي واحد رخص استثنائيه للحافلات من اجل باش نحيدوا المسافرين وما يكونش واحد الاكتظاظ داخل المحطات. وكاين ثاني الرحلات الاستثنائيه اللي كتكون الى مدن مثل افران من اجل الاستجمام اللي كتكون طرف المدارس والجمعيات. رحلات هذه كتعطى بواحد الطريقه اللي هي ديال الموافقه ديال السيد القائد مع واحد اللائحه ديال الجمعيه ديال المسافرين وكناخذوا عليها ترخيص. هذيك كتكون تقريبا مره في الاسبوع بعض الحافلات عندنا كيقوموا بهذه العمليه. وحنا من هاد يعني بهذه الطريقه انتم راه شويه تتروجوا كنروجوا اي ولكن كتعرفها السي بوستا هما حتى هاد الرحلات بدات تقل لان الناس مضروبه في الجيوب ديالها. لا تقوموا برحلات اسبوعيا واحد الرحله في الشهر بعض الاخوان ديالنا كيستافدوا منه وهذه مساله ايجابيه. ولكن راه طالبنا الوزاره الوصيه في واحد المذكره ديالنا كنطلبوا منها باش تبسيط المساطير في هذه المساله كما كتعرفوا لان دابا هو لزام واحد الطلب ديال السيد القائد اللي كيختم عليه. هذه المساله كانت ولات ما كناش كنشتغلوا بها من 2016 ولينا كنشتغلوا بها بعد هذيك المسائل اللي كانت ارهابيه وهذا ولا واحد التخوف من حمل الركاب. هنا كنطالبنا بتبسيط الركاب وننتظروا الاستجابه. كاين الرخص الثالثه كاين واحد الرخص اللي هي وانا عندي نسخه منها كتعطى من المدن الجنوبيه وهذه الرخص الاستثنائيه يجب ان يستفيد منها جميع المهنيين ولا تكون بواحد الطريقه ديال التناوب. اما كل شيء يشتغل بها اما ان تتوقف. علاش؟ لانك لاحظوا هناك بعض الشركات او شركه واحده هي التي تستفيد من هذه المساله هذه ديال الرخص ديال الجنوب اللي كتكون انطلاقه ديالها من مدينه مراكش وتعطى هذه الرخص من المركزيه من مدينه الرباط فيها مده ديال سنه. من هذا المنبر كنطالبوا حنا اقترحنا على السيد الوزير باش يستافدوا منها جميع الناس لان الان الكل متضرر ماشي واحد الشركه لانها تعمل في واحد الحدود وعندها هذاك المسار كتشتغل فيه نزيدوا نمدوا لها المسار اللي تعرف راه اكثر من 2000 كيلومتر. الناس كتشل العيون دابا كتمشي داخله بالحافلات ولكن لا يستفيد منها جميع المهنيين. انا ما عرفتش علاش هذه المساله ديال في اطار
الشفافية وفي إطار الوضوح وفي إطار يجب أن يستفيد جميع الشركات المواطنة المغربية من هذه الرخص، خصوصا في هذا الظرف اللي عاشوا هذه مدة سنتين على الأقل، باش يحاولوا يسترجعوا بعض واحد انتعاشة باش يسدوا بعض المصاريف اللي هي أصبحت كتنهكهم مؤخرا. سيونس شكرا جزيلا على قبول الدعوة. متتبعي قناة الفاس بريس، إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.